بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي تلاميذ الصف الأول. درسنا لهذا اليوم أستاذ. درسنا يتناول حرف الإذ. حرف الإذ. نبدأ بقراءة وتركيب كلمات الدرس. أو إس أس تا تا أستا إذ أن ذن أستاذ أستاذ. هنا حرف الإذ في نهاية الكلمة، فوقها تنوين الضم، تقرأ ذن إذ أن ذن أستاذ أستاذ. أو إي وي ت إي ت وي ت لا وتلا مي مي وتلا مي إذ أو ذو وتلا مي ذو إم إي مي ع معا اذن ذن معاذن معاذن. هنا حرف الاذ في نهاية الكلمة باللون الأحمر، اذن ذن معاذن. او اس اس تا تا استا اذن ذن استاذن استاذن. ق اي ق دي دي قدي ارن رن قدير قدير. م أو مو إن من إذ إي ذي من ذي أرون رون منذر منذر. هنا حرف الإذ في وسط الكلمة باللون الأحمر، لا يختلف شكل الحرف سواء كان في أول الكلمة أو في الوسط أو في نهاية الكلمة. ت إي تي إل تل إم يي مي تلمي إذ أون ذن تلميذ تلميذ. إن إي ني إشي شي نشي طن طن نشيط نشيط. قأ قال الإي لي قال قأ قا الإي لي قال. الأو الأو إس الأس تأ تا الأستا إذ أو ذو قال الأستاذ قال الأستاذ. إي ق إق ر إي ر أقر إي أقرأ أقرأ. ي آ يا أم أو مو يا مو إن يا من إذ إي ذي يا من ذي أر أو رو يا منذر يا منذر. ق آ قا ال إي لي قال. أم أو مو إن من إذ إي ذي من ذي أر أو رو منذر قال منذر. اي ان انا انا انا. اي اذ او ذو اذوق قو اذوق اذوق. هنا حرف الاذ في وسط الكلمة باللون الاحمر. ال عي ال عي اس اي سي ال عي سي ال اي لي العسل أذوق العسل. ال عي العي سي سي العي سي الأو لو العسل العسل. الأي لي ذي ذي لذي إذن ذن لذيذ لذيذ. نبدأ الآن بقراءة كلمات الدرس بصورة كاملة. أستاذ أستاذ. وتلاميذ وتلاميذ. معاذ معاذ. أستاذ أستاذ. قدير قدير. منذر منذر. تلميذ تلميذ. نشيط نشيط. قال الأستاذ قال الأستاذ. اقرأ يا منذر. قال قال منذر منذر. أنا أنا. أذوق العسل العسل العسل. لذيذ لذيذ. أستاذ وتلاميذ
معاذ أستاذ قدير، منذر تلميذ نشيط. قال الأستاذ اقرأ يا منذر. قال منذر أنا أذوق العسل، العسل لذيذ.